حسب ما أفاد به آخر تقرير لوزارة الصحة الجزائرية حول الحصيلة اليومية لانتشار فيروس كورونا في الجزائر، وهذا اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020، فإن عدد الإصابات اليوم بلغ 860 إصابة جديدة، ليبلغ مجموع الإصابات 67679، حالات الوفاة 15 وفاة، ليبلغ مجموع الوفيات 2154 رحمهم الله جميعا، فيما بلغ حالات الشفاء ولله الحمد 434، ليبلغ مجموع حالات شفاء 44633، المتواجدون بالعناية المركزة 44 شافاهم الله جميعا. بالنسبة لتوزيع الإصابات على مجموع الولايات، فنجد 20 ولاية سجلت أكثر من 10 إصابات، 11 ولاية سجلت ما بين إصابة إلى 9 إصابات، 17 ولاية لم تسجل بها ولا إصابة. أما الحصيلة لتوزيع الإصابات في الولايات وبالتفصيل، فلم تنشرها بعد الوزارة الوصية، وفي حال نشرها سنوفيكم بفيديو خاص بها، وشكراً.